بسم الله الرحمن الرحيم كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على خلق عظيم خصوصا مع اصحابه ومن كانوا يعيشون معه ويتعاملون معه لقد كان اصحابه يشعرون وهم يعيشون معه وكانهم يعيشون مع اخوانهم وذويهم لا انهم يعيشون مع القائد لا انهم يعيشون مع من يجب عليهم اطاعته وأنه أنهم محاسبون على كلامهم وموقفهم وجلوسهم وقيامهم مع النبي كان كأحدهم وإن كان على مهابة كبيرة وخضوع عظيم كانوا يعرفون انه رسول الله وخاتم النبيين وقد قال القران الكريم محمد رسول الله وخاتم النبيين كانوا يعرفون ان الملائكه تنزل عليه وان كبير الملائكه وهو جبرائيل يتردد عليه ويخضع له ولذلك فهو اعظم انسان تعرفه البشريه ولكن مع ذلك كانوا يتعاملون معه كما يتعاملون مع عزيز قريب اليهم وليس قائد وليس نبي وليس خاتم النبيين مع انهم في نفس الوقت كانوا يواظبون على كلامهم على نظراتهم كان النبي الاكرم على هيبه كبيره وهي هيبه النبوه وجلال الرساله وعظمه النبوه كانوا متادبين معه كمال التادب وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعظم قائد شهدته البشريه اولا كان ذا نفوذ في كلامه حينما يتكلم كلامه ينفذ الى الداخل الى القلب كانت نظرته مليئه بالعظمه حينما كان ينظر الى اصحابه يشعرون بجلال النبوه في نظراته في ملاحظاته ولكن ما كانوا يخشونه وما كانوا يخافونه وما كانوا يرتجفون من رؤيته بل كانوا يحبونه بل كانوا مستعدين للتضحيه في سبيله حينما كان يتكلم معهم يستمعون اليه ويتاملون في كلامه ويشعرون بانه قطعه من الرحمه القران الكريم يصفه بهذه الصفه بصفه الرحمه والكتب التاريخيه التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تتحدث عن لطفه عن رحمته وعن سمو اخلاقه ولقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لطيفا في كلامه لم يكن خشنا حينما كان يطلب يطلب كما يطلب الاخ من اخيه لا انه كان يطلب شيئا كما يطلب الملوك والقادة والزعماء بخشونة بجبروت كان صلى الله عليه وآله وسلم في منتهى الرحمة في منتهى اللطف كان صلى الله عليه وآله وسلم على النقيض من أصحابه اصحابه كان اولئك الناس الذين يعيشون في مكه يتصفون بالخشونه وقد ادى هذا الاسلوب اللطيف والرحيم من رسول الله الى ان يتغير اولئك الناس في مده قليله الناس بعد ان عاشوا مع النبي اياما في الحقيقه لا سنوات اياما تغيروا راسا الناس اصبحوا غير اولئك الذين كان موقفهم خشنا واخلاقهم خشنه ابدا تغير الناس هذا اللطف الذي تميز به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جعل الناس يتغيرون في اقصر مده يتغيرون في ايام وليس سنوات حتى ان الذي كان ياتي الى المدينه ويتعامل مع اهل المد... مع اهل مكه الذين ياتون الى مكه يستغربون من هذا؟ والذين كانوا ياتون الى المدينه فيما بعد يتح... يتعجبون من هذا؟ اليس هذا هو المجتمع العربي؟ هم يعرفون المجتمع العربي مجتمع خشن كان خشنا كان عنيفا كل هذا تغير لقد كان تعامل النبي مع اصناف المجتمع تعاملا خاصا تعاملا جميلا تعامله مع الكبار كبار السن تعامله مع المراه تعامله مع الاطفال تعامله مع العبيد وتعامله مع الاحرار تعامله مع كبار القبائل وشخصيات القبائل كل واحد النبي تعامل معه معه بشكل لطيف وبشكل رفيق من دون ان يتصاغر امامهم كلا بل كان ذا هيبه كان ذا اخلاق عاليه معهم وقد استطاع رسول الله بهذا السلوك الجميل الرائع الغريب الذي لم يكن احد يسبقه في ذلك ولم يعرف المجتمع العربي شخصيه مثل رسول الله الملائكه تاتي عنده جبرائيل ياتي عنده يظهر من المعاجز ما لم يستطع أح عليه احد كان الوجود خاضعا امامه ومع ذلك كان متواضعا كان رفيقا ما كان متبجحا وقد عرف الناس قبل النبي أشخاص أشخاصا يتمتعون بمكانة معينة كرؤساء القبائل كانوا عنيفين خشنين أما النبي لم يكن هكذا انما انا ابن امراه انا ابن امراه انا ولدت كما انت ولدت من المراه انا ولدت ايضا انا لست الها انا لست ملكا لا ملائكه ولا اله انا بشر مثلكم والقران صرح انه بشر وبهذا استطاع النبي ان ينفذ الى القلوب ان يكسب محبه الناس حينما كان يتكلم الناس يصغون اليه حينما كان يقول كلمه حكيمه يحفظونه ويرجعون الى بيوتهم ليطبقوا تلك الكلمه لقد استطاع النبي ان يكسب محبه الناس ان يسيطر على مشاعرهم على قلوبهم من دون ان يهدد من دون ان يستخدم العنف يستخدم العصا يستخدم محافظين خشنين لو انت كنت تاتي الى الملوك كنت ترى المحافظين بالعشرات فترهب من ذلك المجلس اما النبي رغم عظمته رغم ما انتشر من اسماء باسمه كان رفيقا رحيما المرأة تأتي إليه العجوز يأتي إليه الشاب يأتي إليه كان النبي رؤوفا بهم رحيما بهم وهذا هو الذي جعل دينه ينتشر ودعوته تلقى القبول من الجميع أخلاقه تواضعه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث بلطف ورفق ويتعامل مع الناس كأنهم أقرباؤه إخوته وأبناؤه وليس هو رئيسهم وليس هو خاتم الانبياء مع انه كان خاتم النبيين القران يقول محمد رسول الله صلى الله عليه واله وخاتم النبيين هو رسول الله وخاتم النبيين هذا صحيح لكن النبي كان تعامله مع الناس تعاملا رفيقا تعاملا جميلا ولذلك دخلت محبته في اعماق القلوب كان اصحابه مستعدين ان يضحوا بكل شيء في سبيله الشباب الرجال النساء كانوا يحبونه محبه كبيرة، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.